بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ الفيديو إن شاء الله. خوتنا الحباب، عندنا جبنا سلعة بلي كناري، حاجة شابة بزاف، ربي يبارك إن شاء الله. عندنا دوكوب تاع لي موزايك، مال موزايك روج ومال جون، وجوج في مالات بزيو روج، ربي يبارك. هاو المال، هاو ليك ماسك روج، وكاين هاوليك المال بوجول ما شاء الله. وعندنا زوج في مالات هادو ما شاء الله، يعني حاجة شابة رايحين. هذه فيزيوغوج ما شاء الله، ربي يبارك هايلك والراحة. وكاين هذه في النوار، يعني ما شاء الله في مالات، ربي يبارك إن شاء الله. ثاني هادو يا خوتنا الحباب، حبينا نعلموكم يروحوا بالكوبلات مالو فيما هايدا. خوتنا الحباب يروحوا مالو فيما هايدا، ربي يبارك ان شاء الله. وسلعه ربي يبارك دومي البانطروا راها كاع في الواجده. مثلا كيما لي مال، كاين اللي راهم ماشي باقيين، كاين حبه مال جون هذا ماشي باقي. هايدا خوتنا الحباب، وشنو كاع دومي البانطروا ربي يباركهم، عندهم 11 شهر راهم يبطاي، وراهم ما شاء الله، يعني اللي يحتاج يعيط لنا ان شاء الله. ونزيدكم يعني جبنا كناري جاسب بالديدي وبالسام ديليسيون، ربي يبارك ان شاء الله. السلعه راها واجده، ربي يبارك ان شاء الله، راها كامل تغني. عندنا ليمار، هذو ليمار، وعندنا في النوار جاسب في النوار، يعني حاجه شابه. عندنا زوج ليمار هنايا، وعندنا في الفيماله راها منا مع الفيماله تزاف. هكذا خوتنا، وهذا يا خوتنا الحباب يروحوا لي كوب لاخونا، الله ينوركم. هايدا خوتنا سلعه راح ربي يبارك، سلعه ما شاء الله، ياكلوا بالرقه صافي يا خوتنا الحباب. هايدا باش تكونوا على عين. وزيد هادو لي مال الجاسب، الجاسب هادو لي مال، نزيدوا روحوا لكم. هم الفيمالات ثاني فجر، فيها في الديدي وفيها في السم ديليسيو، ربي يبارك ان شاء الله، ربي يبارك ان شاء الله. وكاين هوليك في مالا في النوار، كاين حبه وكاين زوج لي مال. من جابك خوتنا هذا حباب يروحوا تروح كوبلا مع بعضها، يعني شوفوا ربي يبارك منها قرون طايف في السن، شوفوا ربي يبارك دوم البنطروار راهم كاع في الوجاده، ربي يبارك ان شاء الله. وهذا معالي هذه هي السلعه. جبنا شويه لي كاماري، وكاين دخلونا في المقانن ميطاسيو، حاجه شابه. وخاوتنا دوك واش راح نزيد نعلمكم، راهم جايين كوبلات تاع الالبينو، البينو شوف كاين 2022 2023 2022 باندو خادمين وكل حاجه، وكاين ولادهم هذو حتى في البانطروا هذا. وشنو في 2023 كاينه حاجه خاوتنا، مثلا كي راح نجيبوهم هذه السمانه، كاين المال والفيمال ماشي باينين يا اخي. حنا كيما يقولوا راح نتحراو باش نديروا المال والفيمال، ولكن الا صرات غلطه ولا الاخر يا اخي، جي روح خير وحدك. هذا واش راح نقول لك، جا نقول لكم ماشي غدوه ان شاء الله تقول لي لا، هما صعاب شويه. هايدا خوتنا هنا هما راهم صعاب شويه. وشنو كاين 2022 هادو راهم خادمين ومباينين ومعروفين، ولكن تاع 2023 يا اخي انا راح نتحرى وراح نديروا مالو فيما، خاطرش على حنا راهم عندنا كاع كيف كيف ويتبعوا ليكم. هايدا خوتنا احباب، المهم انا نعلمكم بربي ان شاء الله راح تدخل هذيك الالبينو ان شاء الله. نزيدوا نروحوا لكم عندنا الليك او ليك مالو فيما، راهم صوفي ياكل براقه صافيه، ربي يبارك ان شاء الله. هاي لك براقه صافيه الليك مالو فيما ما شاء الله. خوتنا الاحباب نزيدوا راح نقول لكم حاجه، بكره راح نصور لكم شويه مقال نتاع ميطاسيو، حاجه شابه. جبنه في ماله زايده في الكازا، باناشي ربي بالكولي بكل حاجه. هذا بابها خلوي، بابها ويمها خلوي، هذو فيفي بابها ويمها فيفي. خوتنا بابها ويمها فيفي باش تكون عليها، هاي خرجت باناشي، وبابها ما عندها لا ليزون ويمها ما عندها لا ليزون، وهي ثاني خرجت بلا ليزون. هيدا خوتنا الحباب، بكره راح نكمل لكم
هنكمل لكم الفيديو. احنا عندنا الفيديو كل 5 دقائق يحبس هاليك. الفيمالة ما شاء الله بالقولي كل حاجة. وشنو لي زقم عندك بابها؟ رانا نقولوا خاوتنا الحباب بابها فيفي ويمها فيفي، هي خرجت باناشي هذا وخلويين بابها ويمها هذا خاوتنا الحباب. وفيمالة راها ربي يبارك راها تباطاي ما شاء الله. نزيدوا روحكم خاوتنا دخلونا مقانن وايت كوب تات بلوش ربي يبارك ان شاء الله. هذا باباهم في الوايت كوب تات بلوش عنده بالقرجه هذا، يعني كاين خاوتهم خرجوا بالقرجه ولكن هادو هم خارجين نومامو. كاين واحد راه فيه شويه للاخر بيوضه من تحت منا، يعني حاجه ربي يبارك. هادو زادوا هنايا خاوتنا، وعندنا مقنين مال ايمو ما شاء الله وغازويو راهم كاع في الوجاد راهم يباطايو يغنوا يباطايو ما شاء الله. السلعه ربي يبارك ربي يبارك ويسكنوا على علم خوتنا. وهذو انا قلت لكم باباهم بالقرجه عنده هذا خوتنا احباب. المهم هذه هي السلعه اللي دخلناها جديد، واش راح نقول لكم؟ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. خوتنا الحباب اخوكم اسماعيل دايما راه يجيب جديد الحمد لله. اليوم سلعة راح الله يبارك ما شاء الله تمشي. وكان زدنا جبنا واحد الزوج حبات، حبينا الناس غدوة ان شاء الله بالجمعة راح تكون قاعدة منها، والسبت ان شاء الله اللي طالب عليه يجي. عندنا مال هذا فاسياتو بالكولي ربي يبارك ان شاء الله بالارتيميديا، هو خادم ومصلح ما شاء الله مصلح ربي يبارك. هذا كوبلا مع فيمالا كلاسيك عادي، مد في الكلاسيك ومد في بالقرجة، مد بالقرجة ربي يبارك ان شاء الله. دمه قوي ربي يبارك، والكولي خرج له شوية هكذا خوتنا. هذا راه مد بالقرجة وبالكولي بكل حاجة. الكولي وشنو جا خفيف شويه خاطرش عليه كوبلا مع فيمالا كلاسيك نتاعنا هذا، يعني هذا الانسان اللي يدي هذا ويضربو كاش فيمالا كاش فيفيه ولا كاش قرجة ولا الاخر راح يعطيلو الخير ربي يبارك. وراح جاي للوجاده يعني وربي يبارك، يعني كي يوجد يولي باطاي قوه قوه يعني ما شاء الله مقنين يعني ربي يبارك ان شاء الله. كاينه هذه الفيمالا ثاني في القرجة ربي يبارك ان شاء الله، يعني هايليك ما شاء الله ثاني ربي يبارك ان شاء الله. ودوك راح نجبد لكم ونصور لكم كاع. هيا اروح وسكت روح شدي هاي دايا باش نصوروا هيا. ربي يبارك ان شاء الله ربي يبارك. ها هو المال اللي قلت لكم عليه في الاتيميديا ربي يبارك ان شاء الله. شوفوا شوفوا الخير ربي يبارك. الماركه الماركه عند خوكم اسماعيل شوف الله يبارك الله يبارك. ليزون هاولي عنده 6 ليزون يا جماعه، عنده زوج هذو لا ريال برك لا الاخرين في 6 ليزون ما شاء الله هاولي. ها ربي يبارك ربي يبارك، يعني مقنين راح مستف يعني كي يوجد يعني قوه قوه ربي بالكولي بكل حاجة ربي يبارك أخي. ها ليك باك دومي البندوب ما شاء الله هذا خوتنا، هاو خادم ومصلح وربي يبارك. نزيدو ونقولو هاي فيمالا هاي والله الله أعلم يا خويا هاذي فيمالا هاي ليك ها القرجة ربي يبارك. شوف شوف ربي يبارك هاي شوف الله يبارك الله يبارك ما شاء الله والله. يا في الحقيقة احنا يا الناس هذه ما نقولوش خدمة ولا، ولكن هي تبان مال وتبان في مال على ما أظن 80% راح في مال هذه ربي يبارك هاي لك ما شاء الله. هاي جاية بالوجادة راح في مال ربي يبارك. لي زونكل عندها في 8 هاملك في 8 عندها 7 ليزون 6 ليزون كتان عندها 6 ليزون بلوزوج جايين شغل ترونسبار الاخرين 6 كاع ما شاء الله هكذا خوتنا الاحباب ربي يبارك ان شاء الله. وهاي هذو هما زدنا دخلنا لكم هذو يا جماعه
وراح جاي الخير ان شاء الله ربي ان شاء الله. هذا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.